الأشجار فيه أي دمع متنف قد أرتجيه. ارتمى قلبي كثيرا فاسعفيه، بددي حزني ووجدي كفي فيه. ألجي من بؤسا طويلا أبعديه، واجعلي الحلم حقيقا اجعليه، وارموقي الشوق بقلبي واسأليه عن سبات الطفل في حضن أبيه. وارحمي قلبا قضى في حلمه والزم الفرحة كونا وانسجيه. كم همل مزن ببشرى زنها عسجد يضفي جمالا فدعيه. يا لجوري إذ تهادى حسنها في نشيد البشر حبا ردديه، بعدها عد الإله أغيد صير السعد رداء أكتسيه، صير السعد رداء أكتسيه. عمق إحساس وديع وانطوى مثلما طيف كثير فانظريه، موتهم هدك يا لي فهوى في بهاق الليل في أشجار تيه. ربنا فالطف بنا في كربنا، واجعلي الصبر وشاحا نرتديه، واجمعي الشمل بفردوس الهنا، ولتقر السعد وال I dag vi kommer her til Rock for at vi sælger mad og kage og slik og alt muligt spil for at samle penge ind til de fattige syrien, fordi at de har ikke mad og de har ikke alt den her luksus som vi har, så vi prøver at tjene penge ind, så de også kan have et godt liv. Barak Allah fik. Er okay? Fordi her i Danmark har vi det godt, men det har de måske ikke
i Syrien eller Palæstina. Vi skal også tænke på andre i verden. السلام عليكم. أين الخلل؟ خبر ويتلوه خبر بشر وينهش من بشر مأساتهم طيفا تمر ما هزنا سيل العلل. أين الخلل؟ صبح يئن من الجراح والليل أثقلهم نواح. صبح يئن من الجراح والليل أثقلهم نواح. صاحت بعرض مستباح. هيا اقتلوني في عجل. أين الخلل؟ Salam alaikum. Min søster og jeg er her i dag for at tjene nogle penge ind til Syrien og til de fattigramte lande, der dør i hungersnød, blandt andet Syrien, for det er en pligt som muslim at hjælpe de andre muslimske lande. Jazakallah khair.